والله العظيم ثلاثة وحشتوني، وحشتوني على السلم، وحشتني على السلم، بقالي فترة قاعد هنا لوحدي. في الفيديو النهاردة هقولكوا على شوية عادات بحاول أزودها في السنة الجديدة، حاسس إن هي ممكن تفرق في حياتي في السنة دي وقدام. يعني أنا إن شاء الله الليستة دي ممكن تقعد تزيد، بس أنا هقولكوا على شوية حاجات كده ابتديتها خلاص، وأنا آسف إن أنا ما قلتلكوش لحد دلوقتي عليها، بس كنت يعني عارف أصور الفيديو بقالي شوية. ف يلا يلا نخش في الموضوع بتاع الفيديو. بس طبعا قبل ما نبدا اي حاجه لازم معروفه، يعني ازيكم يا اجمد واصيع واصح ناس في العالم. اصح يعني اللي هو ناس مش بس الصحه، يعني اصح صح قوي، يعني ناس صح، فاهم قصدي؟ لو ناوي تمشي على اي روتين جديد، لو انا ناوي امشي على اي روتين جديد، لازم في حاجه بتفكرني او تخليني ما انساش، لان انا بدخل حاجه جديده في حياتي. فممكن تبقى في حاجه واحده صغيرة قوي ممكن تتاكل في وسط اليوم. فطبعا عشان منساش عامل على الابليكيشن بتاع اللي هو عندي على التليفون، طبعا انت ممكن تلاقي حاجة زي دي في سامسونج برضو، اسمه ريمايندرز اب. انا حاطط فيه كل الحاجات اللي المفروض اللي انا امشي عليها طول اليوم. طبعا كل حاجة فيهم بالميعاد، يعني انا بفتح عيني مثلا الساعة 6 عشان اصلي الفجر، الساعة 6:30 في العادة الأولانية اللي هبدأها. نبدأ على طول، أصلا طالما أنا ماسك التليفون أول حاجة قررت إن أنا أبدأ بيها اليوم، ومفيش سبب معين يعني، أو مفيش حاجة قريتها عشان تعمل كده. بس في مرة كنا قاعدين في حاجة مش عارف، حد قال طب خلاص يلا نقرأ الفاتحة. إن الفاتحة كل ما حد بيعمل أي حاجة يقولك طب نقرأ بقى الفاتحة على الكلام الجامد ده، طيب خلاص قفلنا مضينا الورقة، بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح، كنا في كاتب كتاب واحده صاحبتنا، فبعد ما خلصنا كل حاجه فالراجل عشان يقرا يعني اللي هو يبدا كاتب الكتاب قال يلا نقرا الفاتحه. فالفاتحه بدايه حلوه لاي حاجه، والايات بتاعتها لا تخيل، انت اول ما بتصحى الصبح اول حاجه بتعملها بتقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين دي لو شفت اي حد من الناس بتتكلم في الموتيفيشن والتحفيز ومش عارف ايه، يقولك انت اول ما تصحى الصبح عشان تبدا يومك صح وتقول انت اللي هو ممتن او بتحمد ربنا على النعم اللي انت فيها عشان تجهز مخك انه يبقى بيبتدي اليوم بشكل ايجابي. دي الفاتحه جاهزه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وتعظيم لربنا وشكر ليه، فرشت اليوم خلاص طير. فنبدا بالفاتحه. تاني حاجه، ودي حاجة مش لازم تعملوها لو عندكم حاجات مشاكل في بطنكم، بس حطيتها كده كده عشان هي حلوة جدا للمناعة، ان انا اجيب فص توم اقطعه حتت صغيرة ومن غير ما ندغه ولا حاجة، حطه في بقي وبلع بمية. هل في ريحة؟ مفيش ريحة، انسى، مفيش حاجة اصلا بتطلع. لو انت بطنك ما بتبقاش احسن حاجة بلاش منه. تالت حاجة، بص انا عايز اقول لك على حاجه، الاسترتشات لازم موجوده في اي حاجه من الالعاب اللي انا بعملها. اعمل كده من وانت، لو انت دلوقتي بتتفرج على الفيديو عندك 15 14 13 20 25 30، انا بقول لك من الاربعين من قدام، ان الموضوع ده انا الحمد لله بعمله من بدري. كنت بلعب كونغ فو، كنت بلعب تاي تشي، كنت بلعب رياضه عامه. مفاصلك، الحوض بتاعك، ظهرك، القطنيه، في ركبك، الخلفيات بتاعت رجليك، انت بالذات ماسك التليفون طول النهار والليل قاعد مثلا كده مع اصحابك قاعد كده، الحاجات دي لو انت بتعملها كتير غصب عنك لا، انت لازم تبتدي تدخل استرتشات في حياتك. الاسترتشات واللي هي الحاجات بتاعت بيقول عليها اسمها كمان الموبيليتي، ركبك ومفاصلك اللي هي الحاجات اللي هي المحوريه اللي هي اللي بتخلي جسمك يتحرك بشكل معين، الحاجات دي بتفرق قوي، لان المفاصل والعضل والكلام ده كله بينشف لما بتستعملوش. العضله اللي هي متعوده تبقى بتتشد بتتشد بتتشد، فانت ما بتستعملهاش كتير او ما بتعملهاش استرتشات كتير فتبقى عامله كده، تيجي تلف حركه سريعه تروح تك اتمزقت على ولا حاجه، على قومه تيجي تقوم تروح كده مثلا. الحاجات اللي انت شايفها في الفيديو دلوقتي دي كل حركه فيهم انا بعملها الصبح 30 ثانيه بالظبط، ممكن كل واحده فيهم اعملها مجموعتين بالكتير، وكل يوم بعملها كل يوم. حاجات بسيطه بزياده هتبان صعبه، ما تضغطش على نفسك بزياده، اعملها بالراحه، ابدا كل شويه افتح شويه افتح شويه افتح شويه لحد ما تظبطها، مفيش اي مشكله، الموضوع بسيط وما تضغطش على نفسك بزياده لان انت مش متعود تعملها، فشويه شويه هتظبط. الحاجه اللي بعدها في حاجه اسمها هورس ستانس، اللي هي الوقفه اللي انت واقفها ليها كانك بتنزل، كانك بتعمل بتفتح رجليك، كانك بتعمل سومو شويه، بس هي بيقولوا عليها هورس، كانك على حصان وبتنزل، بتعمل الاول برجليك، رجليك بيبقوا لازقين في بعض، بتعمل سبعه شكل سبعه برجلك، وبعدين شكل تمانيه، وبعدين شكل سبعه تاني،
وبعد كده تروح مخليهم متوازين لبعض وتنزل في وضع السكوات. انا بعملها في الشكل ده دقيقة وافضل ثابت دقيقة. طبعا انت شايفها سهلة، انا في الاول كنت بعمل 30 ثانية بس وكنت بصوت 30، لانه مع ان انا بلعب بتمرن بعمل سكواتس عادي وديد ليفتس عادي وصباح الفل، بس الحتت دي من التمارين اللي زي السكواتس والحاجات دي، السكواتس مش بتقوي الحتت دي. لو انت عايز تسخن للسكواتس او ما بتعرفش تعمل سكواتس، ابدأ بالتمرين ده، لما تعمله كل يوم هتلاقي نفسك بتعرف تعمل سكواتس احسن وديد ليفتس احسن. عايزك برضو تقولي في الكومنتس لو انت في حاجات معينة بتعملها ياريت تشاركها معنا، ولو هي في الروتين بتاعك تخلينا فاهم. في حاجات بتبقى اساسية في وسط الشغل وبتاع انت شايفها عادية بس ممكن تبقى تركاية تبسطنا كلنا، سيبها في الكومنتس. الحاجة الرابعة، بتعلق على العقلة دقيقة، بفضل متعلق على العقلة كده، بتشد كل عضل ظهرك، بترص فقرات ظهرك بشكل مظبوط، بتقوي الموبيليتي والمرونة بتاعة مفاصل كتفك ممتازة. طبعا كل الكلام ده انا بقول لك مكتوب هنا بالظبط 6:30، 6:45 دقيقة، 7:25 دقيقة، كلها حاجات عبيطة. انا بس امدي نفسي وقت، يعني الحاجات دي انا كلها انا اول حاجات فيهم خلصتها كلها مثلا في نص ساعة ماكسيم. نيجي الحاجة اللي بعدها، ودي انا في اوقات ممكن ما اعرفش اعملها الصبح، ما الحقش اعملها الصبح، مثلا فهدي يصحى يدوشنا، اسماعيل يصوت، ايا كان، ابقى عايز اقعد انا ومنا نلحق نشرب حاجة مثلا قبل وهي هتنزل، او لو انا هعمل شغل في البيت او لو هتشتغل. بس انا بجيب كتاب اقرا اي حاجة انا بحب او عايز اتعلمها او عايز اقراها، او عايز مش شرط حاجة اتعلمها. يعني بص اقول لك على حاجة، غذي مخك ايا كانت الطريقة. يعني في اوقات كده ممكن انت يبقى في فيديو عايز تشوفه، شوفه 15 دقيقة، انا عامل الوقت اللي انا هقرا فيه هنا 20 دقيقة. التطبيق اللي بقرا فيه الكتب بتاعتي ده، مش طبعا ولا اعلان ولا نيلة، بلينكست، التطبيق اسمه بلينكست، خش عليه، كل كتب متلخصة في 15 دقيقة 20 دقيقة 18 دقيقة بالكتير قوي، ملخصات كتب. لو في كتاب حسيت ان انا عايز اعرف تفاصيل عنه زيادة ممكن اجيبه وار على الكندل مثلا، بس انا ببقى في الغالب انا عايز اخد شويه معلومات بقراها تغذي لي مخي، لو في حاجه فيها تفاصيل زياده ممكن ادور او اقرا فيها او اتفرج على فيديوهات او كده، بس انا عايز اقرا لمجرد ان انا بغذي مخي. فدي الطريقه اللي انا بجيب بيها المعلومه. انت ممكن تكون مثلا بتحب تشوف فيديو 15 دقيقه، شوف فيديو 15 دقيقه، اهم حاجه ما تخليش الانترنت يخليك تسرح وتقعد بقى تقلب في بقيه الفيديوهات تلاقي نفسك فوتت ساعه ونص في اليوم. فكده انا بس بخلي مخي يتغذى بحاجه انا بحبها او حاجه عايز اقراها، حاجه شداني، حاجه عندي فضول اعرفها، مش الحاجه اللي انا عايز اتعلمها. تيجي اللحظه اللي انا دايما عندي حاجه من الاثنين، لو هشرب حاجه مع منا فبنشرب حاجه مع بعض، ده مش في الروتين اصلا بس هشرح لك الحاجه اللي جايه فين، هاجي افطر بحاول ادخل الفتره دي خل التفاح، معلقه خل تفاح على كوبايه ميه، حاجه كوبايه ميه صغيره، واشربها قبل اي اكله فيها نشويات. في ارتكلز كتيره بتتكلم عن الموضوع ده، ان خل التفاح بيساعد على ان انت يعني لو في اكله ممكن تعلي نسبه السكر في الدم بيخليها ما بتعلاش، معناها ان انت تعرف تتخلص من الدهون او حساسيه جسمك للسكر للانسولين بتبقى اعلى، فما بتتخنش، الخلايا بتاعتك ما بتخزنش دهون. في ناس تقول لك ليه، مين قال، مش عارف ايه، في مقالات كتير على الموضوع ده، انا بهدخله كده مش اقرا في الموضوع، حسيت ان هو قشطه بالنسبه لك دوس. الحاجه اللي بعدها، ان انا دايما بمشي في اي حاجه في البيت، جاب كذا سواك حطه في جيبي، واحد حطه في الروب، واحد حطه في جيب البيجاما، واحد حطه في جيبي وانا خارج، عامل سواك في اي وقت، لان طبعا الواحد بيشرب شاي، بيشرب قهوه، بياكل، ما بيلحقش يغسل سنه وبينسى، في وسط اليوم ممكن يغسل قبل ما ينام، بيغسل اول ما يصحى، بس يعني انا مخليه في جيبي احتياطي عشان بس ايه، نحافظ على اسناننا. واستعمال الفرشه كتير برضو ممكن يخلي يعور اللثه بتاع، السواك تحفه. التلات حاجات الاخيره اول حاجه فيهم طبعا ان انا الحمد لله يعني بس بتمرن ساعه في اليوم حسب روتينك ايه، انت ممكن تكون بتمرن 3 ايام في الاسبوع 4، المهم انا بتمرن ساعة، في الغالب بتبقى 5 أيام أو 6، بس ما بتبقاش تقريبا 7، أكيد في يوم راحة، بس اللي هو يعني بحاول أخليها مثلا 3 ويوم في النص، لأنه بحط احتمالية إن في حاجة تخليني تبوظ لي الروتين، اجتماع مثلا، لازم أعمل حاجة برا البيت، ما أعرفش أتمرن كده. الحاجتين الأخرانيين بقى دول طبعا في
هو استاذنا اللي بنتعلم منه لايف كوتشنج، حسام الغروري، ما اعرفش هو هيشوف الفيديو ولا لا، مش هوريه له عشان ما يبقاش له بص انا كنت بشكرك، يعني انا بس ممكن يشوف الفيديو او لا. كان هو بيعلمنا حاجه في اللايف كوتشنج، بيقول لنا اللي هو من الحاجات اللي هي ممكن تخلي اللي هو الشخص اللي انت بتعمل له كوتشنج ويبتدي يشوف حاجات ايجابيه بيعملها في حياته، ان هو كل يوم بالليل قبل ما ينام بيعمل حاجتين، قبل مش قبل ما ينام انا بعملها قبل ما ينام بس مش فاكر هو قالها قبل ما ينام ولا لا، ان انت تكتب 3 حاجات اتعلمتها في اليوم ده ايا كانت ايه. يعني انا مثلا قريت الصبح حاجات في كتاب، هروح كاتب الحاجات اللي اتعلمتها، ممكن حد عمل معاك موقف فانت رد فعلك كان كذا، ايه ده انا ما كانش المفروض اعمل كده، فانا اتعلمت ان المفروض ما اعملش كده. حاجات بتتعلمها ايا كانت ايه، جيت تحط بدل السكر قلت ما بلاش سكر النهارده ممكن احط عسل، اتعلمت ان انا ممكن احط عسل. اي حاجه بتتعلمها في اليوم ده ايا كانت ايه، صغيره او كبيره، وتلات حاجات بتحمد ربنا عليهم. فبتيجي اخر الشهر هتلاقي ان انت لو 3 حاجات وتلات حاجات 6 حاجات في اخر الشهر، بتعمل كده كل يوم في 30 180 حاجة، نصها اتعلمتها ونصها بتحمد ربنا عليها. اكتر من كده ايجابية في الحياة، هيثبت لك قد ايه ان انت حياتك مليانة حاجات حلوة بتحمد ربنا عليها ومليانة حاجات بتتعلمها، فبتبقى مبسوط بنفسك ان انت بتعمل حاجة وبتعلم حاجة. شكرا يا كوتش حسام، وشكرا انتم كاملين لحد دلوقتي اللحظة دي. دي حاجات بسيطة، انا طبعا مخ طول النهار فراك، فهتلاقيني قاعد بزود في حاجات، ممكن قدام شويه اقول لكم انا زودت ايه، يعني لو في حاجات كتيره او حاجه مهمه ممكن تبقى بالنسبه لكم او كده. بس شكرا يا جماعه ان اتفرجتوا، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.